ويا عباس وين عامر؟ والله ابوي راح يتوضى بالطرمان. اقول لك يابا كنت اخدم موكب الامام الحسين وسمعت الشيخ معمم يقول خادم الحسين لازم يصلي ويصوم واريدك تعلمني الوضوء حتى اصلي. ابني عامر هناك توضى يم المغسله وخلي علمك الوضوء انت وعباس روحوا. صار بابا يلا اخوي عباس مشينا خلينا نتعلم الوضوء. اقول لك اخوي عامر اريدك تعلمني الوضوء حتى من هويك نقوم نصلي. خويا بخير وتدلل هسه علمك الوضوء. اول بدايه تقول نويت ان اتوضى وضوء الطهاره، تغسل يديك 3 مرات، تقول بسم الله الرحمن الرحيم كل مره، وتتمضمض 3 مرات، وتغسل وجهك 2 مرات، كل مره تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، وتغسل ايدك 2 مرات اليمنى، تقول اللهم اعطيني كتابه في يميني والخلد في الجناني، اللهم اعطيني كتابه في يميني والخلد في الجناني. وهنا تغسل ايدك اليسرى 1 مرة، تقول اللهم لا تعطيني كتابي في شمالي، وهنا تقول اللهم غشيني بغشاوه رحمتك وبركاتك، وهنا تثبت تقول اللهم ثبت قدم وقدم والدي على صراط المستقيم، اللهم ثبت قدم وقدم والدي على صراط المستقيم. هو هذا الوضوء. اي خويا تعلمت الوضوء، الله يكثر من امثالك.